البطاقة السادسة، الجمع والطرح، الدرس الثاني. ما هو هدفه؟ إضافة أو طرح 11 100 من عدد يتكون من 3 أرقام على الأكثر. معناها إضافة 1 أو 10 أو 100، طرح 10 أو 1 أو 100. نشرح: 600 زائد 1، 600 زائد 10، 600 زائد 100. هذه إضافة 11 100. 600 ناقص 1 ناقص 10 ناقص 100، هذا معناه طرح 11 100. 600 ناقص 1 ناقص 10 ناقص 100. 600 زائد 1 زائد 10 زائد 100. هذا الهدف من الدرس. هذا الهدف من إضافة أو طرح 11 100 من عدد يتكون من 3 أرقام. الحساب الذهني: العد 5 5 تصاعديا أو تنازليا بدءا من عدد معين. تصاعديا أو تنازليا. نجرب مثلا، نختار 70. 70 ناقص 5 65 ناقص 5 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0. نختار تصاعديا مثلا 100 زائد 5، 110، 115، 120، 125، 130، 135، 140. هذا الحساب الذهني. أكتشف، لاحظ الانتظام في كل حالة، ثم أكمل كتابة الأعداد الخمسة الموالية. في الانتظام الأول كل مرة أضيف 1. 500 ماذا أفعل لها كي تصبح 501؟ زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1. إذن هناك ملاحظة عن التمرين الأول: عندما نغرس الرياضيات في رؤوسنا فإنها مثل الشجرة، أحد أغصانها المتتاليات. التمرين الأول عندما تكبر ستسميه متتاليات. التمرين الأول هذا متتاليات. لاحظ 500، 501، 502. ماذا نفعل؟ نضيف 1. كيف تصبح 503، 504، 505، 506، 507. ماذا أفعل من هنا إلى هنا؟ أنقص 10. ناقص 10، ناقص 10، ناقص 10. ماذا أفعل من هنا إلى هنا؟ أنقص 1. ناقص 1، ناقص 1، ناقص 1. ماذا أفعل من هنا إلى هنا؟ أضيف 100، زائد 100، زائد 100، زائد 100. أنا لا أصدق هذا العمل، تحقق منه. حاضر يا كونان، سأتحقق. نبدأ: 500 زائد 1 تساوي 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 تساوي. السطر الثاني: 874 ناقص 10 تساوي 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 تساوي. السطر الآخر، السطر الآخر: 500 ناقص 1 ناقص 1 تساوي 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 تساوي
تساوي صحيح. السطر الأخير، 3 + 100 + 100 تساوي. معناها العمل صحيح. عندما تكبر كما قلنا عندما تكبر ستسميها متتالية، ستقول أنها متتالية حسابية، أساسها واحد، أساسها ناقص 10، أساسها ناقص 1، أساسها زائد 100، وحدها الأول 500 874 503. هذا عندما تكبر. توجد ملاحظة هنا، زائد 1، الوحدات عشرات مئات، العشرات والمئات دوما نفسها، والوحدات تزداد الوحدات فقط. وهنا تنقص العشرات، كانت 7 عشرات، 6 عشرات، 5 عشرات، وهنا تنقص الوحدات، كانت 9 وحدات، أصبحت 8 وحدات، أصبحت 7 وحدات، وهنا تزداد المئات، فيها 0 مئات، فيها 1 مئة، فيها 2 من المئة، فيها 3 من المئة. إذن 365 زائد 10، العشرة هذه تؤثر على الوحدات؟ لا. تؤثر على المئات؟ لا. تؤثر على 6 تصبح 7، وهذه 8، 8 وحدات، 8 عشرات، 8 مئات. العشرة على من تؤثر؟ تؤثر على 8 التي في الوسط، وهذه 100. تؤثر على الوحدات؟ لا. تؤثر على العشرات؟ لا. تؤثر على المئات؟ نعم. تصبح 7، 6 تصبح 7، وهذه 100. كم توجد من 100 من هنا؟ توجد 0، وأضيف لها 1 تصبح 1، إذن تصبح 156. لاحظ، العشرات تؤثر على 6 فقط تصبح 7، والمئات تؤثر على 6 تصبح 7، والعشرات تؤثر على 8 رقم 2، 8 الأولى، 8 الثانية، 8 الثالثة، تؤثر على 8 التي في الوسط، والمئات تؤثر على المئات. هنا 0، هذا هو 0، 56. الصفر هنا يصبح 1. التمرين الثاني، أنجز العمليات التالية: 123 - 10، العشرة عشرات، هل تؤثر على الوحدات؟ لا. هل تؤثر على العشرات؟ نعم. كيف؟ الاثنان تصبح 1. هل تؤثر على المئات؟ لا. 904 - 100، المئة مئات، هل تؤثر على الوحدات؟ لا. هل تؤثر على العشرات؟ لا. هل تؤثر على عدد المئات؟ نعم. 9 تصبح 8. 651 - 10، العشرة هل تؤثر على الوحدات؟ لا، يبقى 1. هل تؤثر على العشرات؟ نعم. كيف؟ 5 تصبح 4. هل تؤثر على المئات؟ لا. كيف؟ 6 تبقى 6. 723 - 100، المئة هل تؤثر على الوحدات؟ لا. كيف؟ 3 تبقى 3. هل تؤثر على العشرات؟ لا. كيف؟ 2 تبقى 2. هل تؤثر على المئات؟ نعم. 7 تصبح 6. تنقص المئات، تنقص. التمرين لو نفكر فيه هندسيا، 123، 123 ناقص 10، 123 ناقص 10، ناقص 10 تختفي العشرة، هذه تختفي، كم بقى؟ 113، 113.
عندما أنقصنا العشرة أثرت على العشرات. 651 ناقص 10، من الذي يتأثر بهذا النقصان؟ 651 عندما ننقص 10 تتأثر هذه الوحدات؟ لا. تتأثر هذه المئات؟ لا. من الذي يتأثر؟ تتأثر العشرات، تنقص واحدة، ماذا يصبح؟ 641. 641. التمرين الثالث، انقل ثم اكمل بالعدد المناسب. زائد 10 تساوي 18، العملية العكسية. 10 تؤثر على الوحدات، معناه الذي ازداد. 10 تؤثر على العشرات، معناه الزيادة كانت في العشرات، معناتها الوحدات كانت 8 والمئات كانت 9، والواحد هذا أصله صفر، كان صفرا زائد 1 فأصبح 1. زائد 100 تساوي 320، المئة هذه تؤثر على المئات، معناتها 20 كانت 20 و300 كانت 100. 908 أضيف لها ماذا حتى تصبح 18؟ 918. الثمانية لم تتغير، معناتها لم أضيف وحدات. المئات لم تتغير، معناها لم أضيف مئات. الثمانية لم تتغير، معناه لم أضيف وحدات. التسعة لم تتغير، معناه لم أضيف مئات. من الذي تغير؟ العشرات، كانت صفر أصبحت واحد، والسبب هو أننا أضفنا 10. 647 عندما تضيف 100 تتأثر 7؟ لا. تتأثر 4؟ لا. تتأثر 6؟ نعم. كيف؟ 6 زائد 1 تساوي 7. التمرين الرابع، التمرين الرابع، 928 عندما أنقص منها 100، أنقصت عدد المئات، 8 9 تصبح 8، و28 تبقى كما هي. 747 عندما أنقص 10، لا أؤثر على الوحدات ولا أؤثر على المئات، بل أؤثر على العشرات. 4 عشرات ناقص 10 تساوي 3 عشرات. عدد ناقص 10 تساوي 657. 10 على من تؤثر؟ تؤثر على العشرات. 7 و6 تبقى 7 و6، والخمسة أضيف لها 10 لكي تكون 6. ناقص 100 تساوي 576. 100 تدل على ماذا؟ تدل أن العمل كان على مستوى المئات، الوحدات والعشرات لا تتأثر، والمئة الخامسة هذه 500 كانت 6، أنقص لناها 100 أصبحت 5. تعلمت العد بإضافة أو طرح الواحد، العشرة، المئة. مثال بإضافة المئة، المئة تؤثر على المئات، الواحد يصبح 2 والاثنان تصبح 3 والأربعة تبقى دوما 4 والصفر يبقى دوما 0، لأنني أضفت 100. المستوى عمل يكون على مستوى المئات. عندما أطرح عشرات أؤثر على الوحدات؟ لا، تبقى 3 3 3. نؤثر على المئات؟ لا، تبقى 9 9 9. على من يتم التأثير؟ على عدد العشرات. عشرات كانت 8 تنقص بواحدة تصبح 7، تنقص بواحدة تصبح 6. مثال هذا العدد، 641 عندما أنقص 100، 541 أنقص 100، 441 أنقص 100،
341. لاحظ الآن أنقص في المئات. عندما أنقص العشرات، أنقص العشرات 331، أنقص 10 321. عندما أؤثر على العشرات أو المئات. ماذا عن الوحدات؟ عندما أضيف الواحد تصبح ماذا؟ 322. أضيف واحد ماذا تصبح؟ 323. أضيف وحدات كيف تصبح؟ نعم 324. إذا زيادة الوحدات أو نقصان الوحدات، زيادة العشرات أو نقصان العشرات، زيادة المئات أو نقصان المئات هو هدف هذا الدرس. أنا أزيد وأنقص في عدد الوحدات، أو أزيد وأنقص في عدد العشرات، أو أزيد وأنقص في عدد المئات. نتذكر التمثيل الهندسي. هذا التمثيل الهندسي فيه ثلاث من المئات. عندما أنقص 100 أنقص أحد المربعات، هذه 324. عندما أنقص 100 أتخلى عن مربع، كانت ثلاث مربعات أصبح مربعين، فأقول 224. الأربعة لو أنقص واحد تصبح ثلاثة، هذه لا تتأثر وهذه لا تتأثر، وهكذا. الفيديو القادم هو تطبيق على هذا الدرس. كنا في الصفحة 17، الجمع والطرح، الدرس الثاني. الدرس القادم والفيديو القادم هو تطبيق لما تعلمناه. هذا الصفحة 11 من كتاب النشاطات.